خلينا نروح البحرين دلوقتي وهني الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد. يا استاذ محمد الف مليون مبروك. محمد كتر الف خيرك، مبروك شكرا كمان على الكلام الجميل بتقول على نادي الاتحاد ده، كتر الف خيرك بجد. اتحاد سيد البلد حبيبي. عايز اعتقد ان انت الحاجات دي انا زي ما بقولها بتفرق مع الانديه الجماهيريه، بتفرق واحد زي حضرتك انت شايل النادي شيل ماديا وكل حاجه، فانت لما بتفوز ببطوله بتحس بتعبك، بتحس بشقاك. بص يعني انا عايز بس اقول على حاجه، يعني اولا نادي الاتحاد الحمد لله زي ما حضرتك اتفضلت وقلت موضوع نادي الاتحاد احدى قلاع كره السله في مصر، دي حقيقه طبعا. ويعني الحمد لله، يعني احنا بقى لنا عمر وده يعني رصيد او ده ورث احنا وارثينه من تاريخ كبير لكره السله المصريه. طبعا. فالحمد لله احنا البطوله النهارده بطوله مستحقه لفريق نادي الاتحاد. احنا بطل الدوري واحنا بطل الكاس. والحمد لله دي البطوله الثالثه بتاكد جداره نادي الاتحاد السكندري في لعبه كره السله المصريه. احنا سعداء بيه طبعا. طبعا. وانت بتلعب نادي كبير جدا النادي الاهلي. طبعا. نادي معاه يعني سكواد ممتاز، معاه مدير فني ممتاز، ولكن لازم ادي كمان للناس اللي عندي حقها. طبعا. فعلا جهاز فني كابتن احمد عمر النهارده يعني ثلاث بطوله بياخدها بصراحه في سنه، يحسب له هو والجهاز الفني المعاون، بيأدوا اداء محترم. هو طبعه هادي احمد، الجهاز الفني كله بيساعده بشكل محترم جدا، اللعيبه كلها على قد المسؤوليه. اللعيبه النهارده انت معاك سكواد يعني فعلا يشرف مصر. انا سعيد بالانجاز، انجاز كبير جدا. وانا برضو عايز اقول لحضرتك ان انا بتتكلم حضرتك على محمد مصلحي، لا انا معايا مجلس اداره بصراحه محترف جدا، الناس كلها بتأدي عليها وزياده، كل واحد فيهم عارف دوره وكل واحد فيهم بيدي بقلب. يعني النهارده انا مثلا طلع رئيس البعثه الاستاذ محمد خالد، فهو متولي اداره البعثه بالكامل، ولكن في الاخر كنت انا جيت وعارف كل واحد وظروفه. النهارده برضو وصل النهارده للدوحه الاستاذ احمد نجيب نائب رئيس النادي، فالناس عارفه قد ايه يعني قوه نادي الاتحاد، وعارفين ان هم سايبين مشاغلهم بس هم واقفين مع الفرقه، واحنا جايين هنا نقف كده. فالدعم فعلا موجود من كل الناس، الناس بتعمل عليها وزياده. انت عارف نادي الاتحاد السكندري مداخيله صعبه، ولكن في الاخر احنا فعلا زي يعني في الحاضر في الصخر فعلا دي فعلا ده اللي بيحصل، ولكن في الاخر بتبقى انا اللي بيرضي طموحي ويرضي غروري ان هو تلاقي جماهير كلها فرحانه استاذ محمد النهارده كلها. اكيد اكيد، بس جهز المكافئات بقى، انت كده هتجهز المكافئات كمان يعني. والله والله الحمد لله انا ساندني النهارده اخونا محمد خميس واحمد عبد الجيد، فساندوني النهارده كده لعيبه طلعت مكافاه، فهم طلعت مكافاه فوريه كده على طول، فان شاء الله ربنا يكرمهم وسعداء بيهم وسعداء باللعيبه، وهم بصراحه يستحقوا يعني يستحقوا ان احنا فعلا ان احنا ولكن عندنا برضو حاجه مهمه جدا جدا لازم اتفضل الناس تبقى عارفاها والناس تبقى عارفاها، اتفضل ان احنا عندنا بطوله ثانيه كمان 48 ساعه. ايوه بطوله ثانيه كمان 48 ساعه، بطوله السوبر المصري البحرين دي جديده دي. ده طبعا، فده لو الموضوع ده بصراحه اللعيبه عندها، احنا كمجلس اداره وكبعثه رسميه وك ك كوجود انا واحمد عبد المجيد ومحمد خميس، لا حاسين ان الموضوع محتاج مننا برضو ان احنا نلم على اللعيبه واللعيبه تركز. هو الاهلي هيلاعب المنامه الاول والكسبان يلعب الاتحاد صح في النهائي؟ لا امال ايه؟ بكره في مباراه بين فرقتين من البحرين. هو السوبر البحرين، السوبر البحريني، السوبر المصري. احنا لعبنا السوبر المصري خلاص. بكره السوبر البحريني، الكاسب يلعب نادي الاتحاد السكندري. والخاسر يلعب النادي الاهلي المركز الثالث والرابع. تمام تمام. فهي دي الجزء. احنا بالنسبه لي احنا كسبنا الحمد لله بطوله كبيره جدا جدا، ولكن في الاخر برضه ليا هدف ثاني ان احنا ناخد بطوله الكاس السوبر المصري البحريني، وده تبقى اول مره في تاريخ نادي الاتحاد السكندري واول مره في تاريخ اي نادي في مصر. فان شاء الله يبقى احنا برضه يبقى احنا يعني حطينا كاس اضافه
في الجوليه بنادي الاتحاد الاسكندريه لكره السله. ده صح وده جميل جدا، ومبروك لاسكندريه كلها. بص انا بشكرك وحابب ان انا من خلال مجلس اداره النادي ان انا اشكر بصراحه اون تايم سبورت والمسؤولين والشركه المتحده وكل المسؤولين على اون تايم سبورت ان هم ادوا ان الشعب المصري يشاهد يعني بطوله سوبر ما بين الاتحاد والاهلي. النهارده ما فيش اي ماتشات ملعوبه في الدوري المصري كره القدم، فكل مصر كان بيتفرج على هذه المباراه. مظبوط. فما فيش حد ما اتفرجش على الماتش ده، فنسبه المشاهده كانت عاليه جدا جدا. احيي عليها الصراحه القائمين على اون تايم سبورت والشركه المتحده. بصراحه انجاز، بصراحه انجاز انجاز جدا يعني. وانا حابب ان انا على المستوى الشخصي يا استاذ محمد الليثي اشكرك دايما داعم نادي الاتحاد السكندري، واسكندريه بصراحه اكتشف بكده يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا ده عهد الشركه المتحده للرياضه ان هي بتتابع كل الاحداث الرياضيه، وبالذات لما يكون بطوله زي السوبر والطرفين مصريين، فلازم يكون ده دورنا ان احنا نتابع وان احنا نذيع وان احنا نقدم المباريات بشكل محترم يليق بمصر طبعا، لان الاثنين كبار قوي الاتحاد والاهلي، سوبر مصري وبتلعب في دوله جميله ودوله محترمه بنحبها كلنا زي البحرين. فاعتقد ده عهد طبعا الشركه المتحده دايما ان أنا الاحداث الرياضيه ان هي تبقى دايما تبقى على طول على الهواء على طول وبتغطيه مميزه. انا بقول لك مبروك يا استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل يا فندم. محمد انا ممكن اطلب منك طلب بس؟ عيني. يعني من خلال حضرتك بصراحه انا حابب الناس كل القائمين على البحرين كره السله واللجنه الاولمبيه في البحرين بصراحه استقبال وحفاوه استقبال وتنظيم رائع جدا جدا. قدروا الشعب المصري، قدروا الناس اللي موجوده في مصر. الناس فعلا قمه الاحترام، اخواتنا وحبايبنا. بالمناسبه حابب ان انا لا 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 انت لا تتخيل حضرتك يعني كم الحفاوه وكم الذوق اللي الناس فيه. حاجه فعلا يعني شعب البحريني والناس القائمين على المملكه مملكه البحرين، لا حاجه تحفه. حاجه ثانيه حابب ان انا اضيفها، اتفضل. اشكر يعني معالي السفيره مصر في البحرين الست بصراحه بالسيدانة خالص من ساعه ما وصلنا لغايه دلوقتي، حاجه تشرف يعني بصراحه. فانا بشكرك. لا يا انا معايا في العربيه برضه بيحييك استاذ محمد خميسه رئيس الجاهزه والاستاذ احمد مجيد نائب رئيس النادي. طبعا بيسلموا لكم رسالة طيبة. قول لهم اليوم مبروك وربنا دايما يديم الانتصارات على نادي الاتحاد كده، ودايما تبقى الفرحه في اسكندريه كبيره، وان شاء الله يفوز الاتحاد برضه ببطوله السوبر المصري البحريني. اكيد يعني ان شاء الله حاجه هتشرفنا كلنا باذن الله. استاذ محمد مصلحي اشكرك ودعواتكم ان شاء الله وتيجوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.